150 سؤال على نص المنهج. يا رب تكونوا استفدتوا، ومراجعه متعبه جدا بقى، يعني تقدروا المجهود ده وتنشروا عندكم على الصفحه الشخصيه على الفيسبوك. لايك شير سبسكرايب للقناه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلاب اولى ثانوي، يا رب دايما تكونوا بخير. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنراجع نص المنهج يونت 7 و8 و9. خلصناه من جيم والمعاصر في كتابي، يبقى ناقص كتاب ما حللناهوش، هو كتاب بيت بابيت. طبعا كتاب بيت بابيت وزعناه عليكم كله مجانا وبذل لكم برده. ايوه فاهم ازاي؟ مين ما خدش الكتاب لسه؟ استاذه ماشي. هنحل بقى دلوقتي يونت 7 من كتاب بيت بابيت ويونت 8 و9. 50 سؤال على كل وحده، يبقى الاجمالي هيبقى كام سؤال؟ ان شاء الله انتم شاطرين جدا في ال بص بقى معايا كده في يونت 7 سريعا كده، احنا هنشخبط على البورد. اي حد عايز يرجع لحاجه هيرجع لها على اليوتيوب كامله، ولكن شخبطه يعني كده. اتفقنا ان انا عندي في يونت 7 جيفنج ادفايس، اعطاء الايه؟ النصيحه. حلوه قوي. اتفقنا برضه يا مستر ان اعطاء النصيحه دي بنستخدم معاها اسلوب يو شود. طيب ويجي بعدها الفيرب انفينيتيف، الفعل في ال يعني مثلا قلت قبل كده يو شود درينك ميلك، يجب ان تشرب الايه؟ اللبن. طب لو انت راجل عندك حساسيه فانا هقول لك يو شود ولا شودنت؟ بنصحك يو شودنت. طب لو عايز اعمل كويستشن اقول لك شود. طب لو عايز احط سؤال استفهام وات شود يو درينك، ماذا يجب ان تشرب؟ ماذا يجب ان ايه؟ تشرب. حلو قوي. طب انا عايز بقى المهم عندي، بقى المهم عندي المجهول. لو قلت ان الملك ماله، الملك لازم يشرب، يبقى شود بي تصريف ذات من درينك درانك درانك درينك درانك ايه؟ شطار قوي. طب حلو قوي. لو عايز انفي يبقى شودنت. وعايز اسال اعمل مقص اقول ايه؟ شود ميلك بي درانك، هل يجب على اللبن ان يشرب؟ فاهمين كده ولا لا؟ طيب حلو قوي. يو شود ستادي انجلش مثلا، يو شود ستادي انجلش، عايز انفي يو شود، طبعا على قلبكم زي العسل. طب عايز اسال شود يو، طب وات شود يو ستادي، ماذا يجب ان تذاكر؟ طب عايز اخليها باسيف هقول ان الانجلش شود بي ستادد، شود بي ستادد، عايز تفتحيه شويه عشان يلا تفتحيه شويه، شود بي يا شباب ستادد، يجب ان يشرب انجليزي يذاكر. حلو قوي يذاكر. طيب ده ايه اللي بيساوي شود؟ طبعا عندي كلمه اسمها او تو، اسمها ايه يا شباب؟ معناها برضو يجب ان، ينبغي ان. يبقى شود يا احمد بتساوي كلمه او تو، بتساوي كلمه او تو. طيب ممكن اقول حاجات تانية بتساوي شود؟ if I were you I would، you had better، I advise you to، يعني انا بنصحك، my advice to you is to. قول ورايا تاني you should. You should. طب اقول لك الكلمه وتنفيها you should، يبقى you shouldn't. If I were you I would. If I were you I wouldn't. You had better، من الأفضل. You had better not. I advise you to. I advise you not to. My advice to you is to. يبقى my advice to you is not to. نصيحتي ليك ألا تفعل كذا. فمن كده ولا إيه؟ خبرك معايا من you had better، يبقى أنا ما أقول لك you had better مصدر إيه؟ you had better شطورة. أقول you had better study على طول يا رحمة. طب لو قلت it's better it's better، يبقى to study. ده اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب ايه بقى معايا الجديد في should؟ عندي كلمات must برضو، subject فاعل، بعد كده must، بعد كده الفيرب انفينيتيف الفعل في ال يعني لو جيت قلت لك كده you must see a doctor، انت لازم تروح لل دكتور. طب حلو قوي. see تقابل، يعني انت لازم او تروح زوره، لازم تروح دكتور انت تعبان. خلاص بمعنى ايه؟ مثلا اقول لك ايه مثلا your injuries seems to be او seems to be مثلا ايه serious، يعني اصابتك باين عليها خطيره، شايفك متعور، فانا بنصحك strong advice. يعني ايه strong advice؟ نصيحه قويه مش نصيحه عاديه. يبقى شد دي بستخدمها في ايه؟ فاكرين شد الاول نصيحه، وقولوا يا جماعه ورايا نصيحه وراي واقتراح، نصيحه وراي قول معايا يا سلام شطار. طيب ماست بقى قولوا ورايا نصيحه قويه، نصيحه قويه strong advice. warm invitation دعوه حاره. انا مثلا جايب لكم يا جماعه انتوا لازم تاخدوا فلوس، مش هينفع يا جماعه بجد، لا يا مش عايزين، دي دعوه حاره من قلبي صح؟ لا ايه من قلبي. يلا جبت الاستاذه روزان عملت كيكه بالشوكولاته ما شاء الله ما تتاكلش، وقالت ايه؟ وقالت مستر يو ماست تراي ات، انت ايه؟ انت لازم تجربها. يبقى هنا ماست بنستخدمها ليه؟ دعوه حاره، نصيحه قويه، دعوه امر من المتحدث المخاطب، فاهم ازاي؟ حاجه قوانين عامه. الدرايفرز ماست مثلا وير سيت بيلت، لازم يلبسوا حزام امان، لازم يسوقوا معاهم رخص، فاهمين كده؟ طيب رد الاذان بقى.
حد يعرف الفرق بين have to has to؟ دي معناها يضطر أن، يعني الإلزام جاي خارجي، لكن مصدر إلزام أنا اللي عايز أذاكر، أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أعمل كذا. لو جيت قلت لي I have to أنا مضطر، مضطر أروح المدرسة وأنا لابس اليونيفورم، مضطر أجي درس الساعة 3 مش مزاجي، فاهمين ولا إيه؟ أي حاجة خارجية بقى have to has to، نفيها don't أو doesn't have to. طب ولو في الماضي had to ونفيها didn't have to، didn't إيه؟ ده أنا بذكركم سريعا بس نفتكر أكتر بالحل عشان كل جملة هيبقى ليها طابع إيه؟ مختلف. يلا رد الأذان بقى كده عشان يخلص، وطلع لي كده يونت 7 جرام. بارك الله فيك. اهم حاجه عندي ان انا استفاد بالحل، مراجعه سريعه مع الحل، وكل جمله لو صعبه فاهميني عشان اشرحها لك بقى، واخد بالك بقى كده؟ ده خط عريض كده للمراجعه السريعه. 24 يا بيج نمبر 24 ماشي. يلا دكتور، واتس يور نيم؟ اسمك ايه؟ منال. منال، يو سبيس تاتش ذات كلوز اتس ديرتي. كذب. يبقى ايه؟ يجب انك انت تلبسه، يجب انك تلمس القماش ده. يا نساء، اي يو ماستنت ايت تو ماتش سولت، لا يجب ان تاكل الملح الكثير. ذيس سنتنس هنا بتعبر عن، هنا بيقول لي ماستنت صح؟ يبقى هنا دي نصيحة عادية ولا very strong advice؟ احنا اتفقنا ان must و mustn't هنا بنستخدمها ساعات للنصيحة الايه؟ قوية، حاجة جديدة قوي. فانا بقول لك هنا you must eat too much salt، طالما قلت لي mustn't او must يبقى هنا هل هي suggestion اقتراح؟ وما ليه الاقتراح؟ should. هل هي يا جماعة a rule or law؟ يعني rule، rule يعني ايه؟ قاعدة. law يعني ايه؟ قانون. قانون، قانون او قاعده. هل ده قانون او قاعده ما تاكلش ملح كتير؟ طب هل هو اقتراح؟ قلنا لا، يبقى هو ما فيش غير ايه؟ very strong. طب يلا يا دكتور احمد، when driving you must always stop، يجب ان تتوقف at the red light، تقف في الاشاره الحمراء. ده ايه؟ دي نصيحه؟ ده راي ولا ده قانون وقاعده؟ فاهمين حاجه ولا ايه؟ قانون وقاعده. شفت كل جمله قلت لكم ليها طابع ايه؟ مختلف، لازم نقراها عشان نبقى نعرف هو بيتكلم عن ايه. طيب يلا دكتور اسمك ايه؟ يلا يوستين. هو هنا جايب لي في الجمله شوت، فاختار لا شطوره. بيقول هنا يو شود، يبقى هنا شود يبقى سجستشن يعني اقتراح. ممتازه جدا. ها نمبر 5 يلا دكتور. بيقول يو شودنت ليف يور بن، لا يجب ان تترك البنسل الزباله اوبن مفتوحه. السنتنس هنا شودنت صح؟ هل ده رول قاعده؟ هل هو بروهيبشن تحريم؟ هل هي بليجر ادفايس نصيحه؟ يلا يا رحمه حبيبه سوري. يو سبيس اولويز واش يور هاندز، تغسل ايدك افتر يو هاف تاتشد ذا كات، بعد ما تلمس القط. شد دي نصيحه. يلا دكتوره مريم. They mustn't eat that cheese، ما لا يجب ان ياكلوا هذه الجبنه. It's green. خلاص. This sentence expresses بتعبر عن ايه هنا؟ لا ما احنا قلنا mustn't هنا مش بتيجي كده خالص، بتيجي ايه هنا؟ ممكن نستخدمها للريكومنديشنز. يعني ريكومنديشنز توصية. نمبر 7 بيقول they mustn't eat that cheese، لا يجب ان ياكلوا الجبنه دي، ما ينفعش ياكلوها. فقال this sentence، ده الجمله دي بتعبر عن ايه هنا؟ هل ده اقتراح او توصيه او دعوه ولا تحذير؟ بيقول لي mustn't، يبقى ده تحذير. ده ايه؟ تحذير. خلاص؟ الكلام ده عشتنا كده. طيب warning اخر واحده. يو ماست كام، انت لازم تيجي يا جماعه وتتغدى معانا. يلا دكتور اسمك ايه؟ ساره. لازم تيجي وتتغدى معانا، الجمله دي كده ايه؟ شطوره. ها يبقى warm invitation. شفت نوعيه الاسئله اختلفت عن جيم والمعاصر اللي احنا عملناه قبل كده صح؟ ها يبقى warm invitation. يلا دكتوره. يو ماستنت بارك يور كار هير، لا يجب ان تركن عربيتك هنا. It's not allowed، مش مسموح لك. This sentence، الجمله دي كده بتعبر عن ايه سريعا؟ ها لا ده تحذير، تحريم صح كده؟ ما مفيش قانون هنا بقى، مفيش كلمة لو هنا، يبقى هنا prohibition. يلا دكتور اسمك ايه؟ يلا عبد. You cover your mouth، تغطي بقك when you cough، لما بتكح.
طبعا هنا ايه؟ ماشي و شد وممكن تبقى نصيحه قويه ماست يعني طالما جاب لي الاثنين يبقى خلاص اختار الاثنين اللي هي ايه وسي. يلا يا احمد. يو سبيس يوز ا تيشو، تيشو اللي هو منديل يا احمد. وين يو سنيز لما تعطس برضو نفس الكلام ماست او هاتبت هاتبتها يعني ايه؟ من الافضل انك انت تستخدم منديل وانت بتعطس يبقى بي يو سي. وصلت؟ يلا نانسي. يو سبيس تيك فوتوغرافس هير اتس ا ميليتري اريا، منطقه عسكريه. ها خلي بالك معايا، طالما قال لي منطقه عسكريه نانسي يبقى دي حاجه تحريم، حاجه قويه قوي. طالما حاجه قويه قوي بس ارجع بقى لايه الاقوى من شود اللي هي ماست او ماسنت. يبقى ناخد ايه هنا؟ ماسنت، لا يجب ان تاخذ صور هنا لان دي منطقه عسكريه، حاجه ضد القانون، حاجه محرمه، حاجه جديده، يبقى ماسنت. ها يلا يا حنين. يو سبيس كيب اواي فروم ان كفرد الكتريك وايرز. يو ماست كيب اواي، لازم تبعد، لازم تبعد عن الـ عن الـ السلوك العريانه، ها اللي غير مغطاه يعني، لازم انت تبعد عشان هتكهرب. يبقى دي هي حاجه قويه، مش فاهمها؟ ها اللي مش فاهم حاجه يقول لي. طيب يبقى كيب اواي معناها ايه يا شباب؟ تبعد، تبتعد عن. يلا روزان. What should I do to keep healthy؟ شطورة هنا نصيحة. قال له I advise، لأنه قال لي I advise. يلا دكتور اسمك ايه؟ نسينة. نسيلة ماشي. قول يا نسيلة. سمير should. سمير يجب عليه ان هو نقط his paragraph to correct عشان يصحح اخطاء. يبقى يعيد كتابته تاني. ها يعيد كتابة. يعيد كتابة. rewrite. يلا يا ندى. You shouldn't waste your time. لا يجب أن تهدر وقتك. Watching too much TV. تتفرج على التلفزيون كتير. Say to do so. كده بقولي shouldn't. يبقى دي نصيحة من المستحسن يعني. يبقى ناخد ايه؟ من المستحسن ألا تفعل ذلك. In advisable. يبقى يعني ايه كلمة advisable؟ من المستحسن. من نصيحة ليك. خلاص طب أنا قلت in advisable يعني من غير مستحسن. بتساوي كلمة مين هنا؟ shouldn't. فاكرين كده؟ يبقى انا لما اقول هنا يو شود نافيها يو ايه؟ طب ايه اللي بيساوي يو شود؟ قلنا اف اي وير يو اي يو هاد بيتا اتس امبورتنت اتس ادفايزابل. طيب عكس اتس ادفايزابل اتس ان ادفايزابل. اوكي؟ طيب ذيس بوك واتس يور نيم؟ مريم. يلا مريم. ها ذيس بوك از فيري فاليبل. الكتاب ده قيم. يو سبيس ريد ات. ها الكتاب ده قيم. يبقى يو شود افري بوك. Should. ها تفضل. بعد كده the baby is asleep. الولد ماله؟ البيبي نايم. And I want to do the housework. انا عايز اعمل الhousework. يلا شاهد. يبقى space shout. ها should ولا shouldn't؟ الولد نايم. shouldn't. طب هنا عندي mustn't، ما عنديش shouldn't. انا عندي mustn't برضه، استخدم mustn't اقوى. خلاص. Our new flat. احنا كده خلاص الصفحة دي. Our new flat شقتنا الجديدة is wonderful، رائعة. اسمك ايه؟ حبيبة. يلا. You space come and see it. لازم تيجي وتشوف. يبقى؟ must. excellent. دكتورة اسمك سارة. طبعا هنا دعوة ايه؟ شطار. ها you space make noise، تعمل ضوضاء in the library. It's not allowed، مش مسموح لك. ها mustn't. We space work together، نعمل مع بعضنا. يلا يا أمان. منال. ها نعمل مع بعضنا تو ميك ايجيبت بيتر، عشان نخلي مصر احسن، وده رايي طبعا وقتراء. ها شود. يلا يا دكتور. نو وان تركي حبيبه. اي نو وان از، ما حدش مسموح له يدخن. نو وان از لا، نو وان از الاود. يعني ايه الاود؟ مسموح. اكتبي بقى، ما حدش مسموح له. يو ار نوت الاود، انت مش مسموح لك تو سموك. فاهمين حاجه؟ اتس نوت الاود يعني مش مسموح. اي حاجه تحس بقى ان انا ما كنتش عارفها وجديده اكتب. ها يلا دكتور رحمة. You must clean your bedroom. شطورة يوستينا. Allowed مش مسموح لك. نقول المنطقة non smoking، ممنوع التدخين. يبقى you're not allowed، مش مسموح لك. ها يلا عبد. Your hands are dirty. إيدك كزرة. مش أنت الجملة. You space touch anything on the table. ما شاء الله إيدك كزرة، فيجب إنك تلمس أي حاجة على الترابيزة عادي. ده إيه الحلاوة دي؟ ها وما فيش شد، انت بتشد مع حالك؟ ها 25 25 لا يجب ان تلمس. يبقى mustn't. احمد ريميمبر ذا ساين، افتكر اللافته دي يا احمد.
بيقول هنا on the front gate children you space ride your bikes on the grass. الأطفال لا يجب أن يركبوا عجلتك. يبقى mustn't. يلا يا دكتور اسمك إيه؟ إيه؟ حبيبي تفضلي بسرعة حبيبي بقى. You space try this cake. تجرب الكيكة دي. It's delicious. طبعا قلناها إيه؟ مصر لأن يعني دعوة حر. حبيبي تن حبيبة صح؟ لا يلا حبيبي محمود. ها when writes essays لما بتكتب essays مش عارف ايه this means copying essays from the internet. ها لما بقول كده you mustn't copy ما ينفعش تنسخ من الانترنت معنى كده ان ده مم يبقى for forbidden. يعني ايه forbidden؟ ممنوع. وقلنا it's not allowed مش مس مش مسموح. يلا ماري you are انت محرم عليك ان تأخذ هذا الكتاب برا المكتبة. اللو تو يبقى مسموح لك. او تو يعني يجب. شود يعني يجب. يبقى هي الكلمه الغريبه اللي عليا الان ده واحد prohibited يعني محرم. ما هو الثلاثه معناها يجب. بيقول لك تاخد الكتاب بره المكتبه بدون ما تستاذن امين المكتبه. يبقى ممنوع محرم. يبقى prohibited. خدنا كام حاجه جديده كده. allowed not not allowed مش مسموح. prohibited يعني محرم. forbidden يعني ممنوع. خلاص في against ده لو ضد القانون. يلا يا ساره بسرعه ساره بسرعة. ها customers are advised ها are advised to check their change before leaving the shop. This means ده معناه ان ال customers ايه check their change before leaving the shop. ها advised يبقى ده ناخد معاه مين؟ شد شاطر دكتورة مريم strong. بص خلي بالك معايا في number 30 في رقم 30 حط لي خط تحت كلمة advised. الزباين بتتنصح. طب اللي بعدها الطلاب strongly advised بيتنصحوا بقوة. يبقى هنستخدم مين؟ must. واخدين بالكم؟ must او ايه؟ او mustn't. طب انا عندي الاثنين. نقرأ بقى. بيقول الطلاب بينصحوا بقوة to keep revising their lessons until the day of the exams. ده معناه ان هما not leave their revision. ما ينفعش يسيبوا المراجعة بتاعتهم بقى. يبقى ايه؟ mustn't. شفت بقى الموضوع؟ ها مريم people who work here الناس اللي شغاله هنا must leave by 5 بسرعه يا ماري. This means ده معناه ان هو ضروره. بص هنا بيقول لك كده اللي بيشتغل هنا must leave لازم يمشوا قبل الساعه 5. ده معناه ضروري ان مفيش حد ان هنا that people who work leave by 5. طالما ده ضروري يبقى a must. طب كلمه a must ينفع اقول a must؟ اه بس تقول لي it's a must. اذا اسمها it's a must يعني انها من الضروره. اكتب كده. انا خدنا خمس ست حاجات جداد. شفتوا بقى الموضوع مهم ازاي ومراجعه مفيده ازاي؟ ها اتس ا ماست من الضروره. في ناس كده مش واخده بالها من الحاجات دي او بتتنسي بسرعه. قلناها بس بتتنسي ماشي. اتس ا ماست انها من الضروره. حلو قوي. يو سبيس بي سو انفيوس يعني تبقى حقود اوف يور براذر. هي سكسسفل هو ناجح بيكوز انلايك يو عكسك انت فاشل. ها شودنت. You space eat anything تاكل اي حاجة بعد العملية. Must تاكل؟ Mustn't يعني. روزان. مفيش must أصلا. You space use a calculator آلة حاسبة. أثناء الماس تيست. It's not allowed مش مسموح لك. يبقى ناخد مين؟ Mustn't. يلا سؤال 36. هما كل الأسئلة اللي في فيديو بيت 55 احنا هنحل 50 يعني يعتبر حلينا كل اللي في فيديو بيت. يلا. You space speak during the test. حنين بيقول لك مش مسموح لك طبعا محرم. دي قاعده. يبقى نقول ايه؟ prohibited to. excellent. يلا شاه. you are strongly advised تتنصح بقوه. ها must على طول. you must. يلا يا دكتور حبيبه قولي يا حبيبي. you space buy expensive clothes تشتري ملابس غاليه. if you can't afford لو مش قادر تتحملها يبقى shouldn't. ما فيش اصلا. انتوا بتالفوا يا جماعه. احنا في 39 بقى كده. ها these letters الخطابات دي يا دكتوره. يلا ساره. it's extremely urgent يعني ايه؟ extremely urgent يعني امر ضروري. طارق اكتب. طالما امر ضروري يبقى ناخد مين؟ must على طول. حتى ما فيش should هنا. the sign يا منال الاشاره says بتقول ان الباسنجرز ما حلتيش وعادي حلتيش. طب يلا حل حل يا ناس. الاشاره بتقول ان الباسنجرز ايه باي تيكتس يشتروا تذاكر قبل ما يطلعوا الطياره. طبعا ده ايه؟ ماست طبعا. ها منال اتس نوت نقط ليس من الايه انك انت ترتدي نيك تاي. اتس هوت توداي.
الدنيا حر النهارده فمش مش مهم تلبس جرافات نيك تاي يعني جرافات ها اتس نوت نيسيسري يعني ليس من الضروري يلا اي يو سبيس فيزيت ذا ايفل تاور ماست دعوه حر شاطر تو ادرايف ا كار يا رحمه 1 لازم طبعا يبقى معاها رخصه ليه اتس ا لو قانون طالما قانون يبقى حاجه ايه يا جماعه شد ده بيني وبينك ممكن تقبليها ممكن لا لكن غصب عنك دي ماست خلاص يلا يا مريم يلا حبيبه you space from driving too fast even you are in a hurry بسرعه are prohibited يعني ايه بقى are prohibited يبقى هنا you are prohibited from driving too fast انت محرم انك انت تسوق بسرعه جدا خلاص على الطريق it's against the law ضد القانون طالما قال ضد القانون هينفع يقول you are allowed مسموح لك هينفع يقول permitted مسموح لك برضو ها are advised بننصحك يعني تتنصح انك تعمل كده لا طبعا cheating الغش في الامتحانات غش ها is forbidden ممنوع يبقى mustn't على طول you are tall enough انت طويل قوي I think you should join should ها my flight رحلتي is an hour from now ساعة من دلوقتي يبقى انا لازم احضر اروح المطار طبعا must هلا هو الرأي بقى يا بفكر اروح المطار انت رحلتك كمان ساعة it's not نقط ليس من الضرورة طالما قولي it's يبقى اخد must ولا a must a must this is a conversation area منطقة محادثة so it's a to pick the flowers there is 100 fine في غرامة $100 خلاص كده for damaging plants لتدمير النباتات دي يبقى هل ده قانوني ولا غير قانوني لا قانوني غير قانوني اسمها illegal تاني واحد اكتب معانا الحاجات اللي معانا دي بقى نخش على يونت 8 يونت 8 بقى بيتكلم عن ايه سريعا برضه عملناه بالعاب ومسرحيات وحركات وبركات كل ده موجود على يوتيوب اللي هو قاعده ايه ايه برضه هنعمل تشيك كده سريعا مراجعه عليها بسرعه كده في يونت 8 يا مستر قلت لي ان انا عندي اف بصوا بقى معايا صلوا على الرسول البت اللي اسمها اف دي البت اللي اسمها ايه مرتبطه باربع ازمنه مرتبطه بالحاله الزيرو والاولى والثانيه والثالثه ادي الاربع حالات بص بقى لو اف جه بعديها ده لازم بص اف دي لازم يجي وراها مضارع بسيط يجي وراها ايه مضارع بسيط او ماضي بسيط او ايه او ماضي بسيط او ماضي تاني يعني من الاخر حطوا لي فعل في الكلام ده كله في المضارع البسيط ولا اي فعل سهل زي بلاي يس يبقى انا اقول ايه بلاي او بلايز ها بلاي او بلايز بلايد هاد بلايد مين اللي فاهم يلا واتش في المضارع يبقى اف واتش واتشز واتش ات هاد واتش لازم ابقى فاهم ان اف اللي لازم فيها كده جت في اول الجمله جت بقى في نص الجمله دايما اللي وراها كده مضارع يا ماضي يا ماضي تام يا مضارع يا ماضي خليني وانا بختار ابص بقى انا بختار ده ولا ده ولا ده حسب الجواب الجواب ده لا يجي الناحيه الثانيه لا يجي قبلها حلو كده لا يجي بعدها لا يجي حلو لو جه بعدها قال لي لو الجمله الثانيه مضارع بسيط يبقى انا على طول اختار مضارع بسيط لان دي حاله صفريه وتعبر عن حاله عل فبقول لك كده اف وممكن احل مكان اف هنا وين بقول لك اف يو هيت ووتر لو بتسخن الميه قام ايت بويلز ايه اللي هيحصل لها يبقى لما تسخن الميه تغلي مش دي حاجه ايه هي محتاجه كلام ممكن اخليها باسف اقول وين ووتر لما الميه از هيتد لما الميه بتت ايه تسخن اتس بويل ايت بويلز بتاعي اللي بيحصل لها تغلي طب قلت لي بقى يا مستر كده اهو هيت خليته كده هنا في المضارع البسيط عشان اليو اي وي يو زي جمع طب بويلز هتطلع اس عشان هي وشي و ات دي ايه مفرم طيب بستخدم الحاله الصفريه في الحياه العل اسمع تاني اف الحاله الصفريه بتعبر عن حياه بتقول ايه اف مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط يا ساده ياز ينفي بدونت ينفي دازنت طب والمجهول اذا وار تصريف صعبه حلوه يبقى اف مضارع ناحيه ثانيه مضارع لو كانت حياه طيب الناحيه الثانيه جاب لي فاعل ويل والمصدر
قال لي ممكن تبقى ويل وممكن تبقى كان وممكن تبقى ماي وممكن تبقى شود. كان في الاستطاعه، ماي في الاحتمال، شود في النصيحه. خلي بالك بقى معايا هنا بتعبر عن ايه؟ اف الحاله الصفريه بتعبر عن حاله علميه. طب اف الحاله الاولى قول يا جماعه على احتمال، يبقى احتماليه حدوث الفعل. والله لو بتذاكر ايه اللي هيحصل؟ هتنجح. يلا مين قالها لي؟ ها يبقى اف يو ستادي ها يو ويل سوف ها سكسيد. طب مين شاطر لي بقى؟ لو جيت قلت لك جمله كده اف يو وونت تو بي بيتر، انت مصدع. فبقول لك اف يو وونت تو بي بيتر، عايز تبقى كويس، يو سبيس تيك ذا ميديسن. اخد ايه؟ ويل ولا كان ولا شود ولا ماي؟ لو عايز تبقى كويس سوف تاخد الدواء ولا شود؟ شود. يبقى استخدمتها عشان في نصيحه، فاهمين ولا ايه؟ طيب صلى على الرسول. عايز انفي ستادي، قلنا بنفيها بدونت او هنا اقول ايه؟ دونت. طب عايز انفي ويل؟ وونت. طيب ايه اللي بيحل محل اف في الحاله الزيرو؟ قلنا وين. طب في الحاله الاولى شود. بص كده اقول شود يو ستادي، ايه ده زي ما هي. قال لي بس خلي بالك، ما هي لو دي كانت هي كانت دي هتبقى ستادز. هنا اقول هي وارجع دي ستادي برضو مصدر، فمن حاجه ولا لا؟ يعني انا بقول اف هي بحط الفعل اس او اس او اي نظام ضارع بسيط، اف هي ستادز. حلو قوي. لو انت حطيت شود مكان اف في الحاله الاولى تجيب بعدها الفيرب انفينيتيف فعل فيل، يبقى شود هي ستادي. خلاص باكد تاني ان دي مراجعه، يعني مش شرح من اول وجديد بالتفاصيل، مراجعه بسرعه ونبدا نحل. كان عايز نرجع لاي فيديو اف دي معموله في فيديوهين عندي اصلا. صلى على رسول. لو انا خليتها بقى جمله ماضي، يعني بدل ما اقول ستادي اقول ايه؟ فيو ستادد ها يو وود سكسيد. هنا بتعبر عن عدم امكانيه حدوث الفعل في المضارع، يبقى الحاله الاولانيه بتعبر عن احتماليه. اسمع تاني، والحاله الصفريه حقيقه علميه، والحاله الاولانيه احتماليه، والحاله الثانيه عدم امكانيه. حلو دي؟ رز بالملوخيه، اي حاجه على نفس الوزن بقى. ها يبقى عدم امكان ني حدوث الفعل في المضارع. حاجه انت اقول لك، انت مثلا شفت عربيه جامده جدا، فوت يا اف اي هاد ماني، لو كان معايا فلوس اي وود باي، كنت شريت العربيه دي. بعدين لو معايا فلوس كنت شريت العربيه. لو انا قادر بس عدم امكانيه، مش عارف، شفت الامتحان وانت بصيت كده الله اكبر مش عارف حاجه. اف اي ستاديد، لو كنت ذاكرت ندم نفسك يا اف اي ستاديد اي وود انسر، كنت جاوبت امتى؟ دلوقتي. يبقى عدم امكانيه حدوث الفعل في المضارع. لا نصيحه، فاكرين نصيحه if I were you I would. شايفك مثلا ايه تعبان اقول لك سوري I'm not a doctor. هنا خيال بقول if I were a doctor، بتمنى ولو كنت دكتور I would help you، تساعد. خيال جت شهاده قالت لي if I were a car I would be Mercedes، I would be BMW car، كنت بقيت BMW. لو انا عربيه if I were a bird I would fly، لو انا كنت مروحه كنت هويت لكم، لو انا كنت تكييف كنت كيفتكم، لو انا مش عارف ايه. فاهمين ولا ايه؟ هينفع تبقى الكلام ده؟ يبقى دي خيال. اسمع تاني، معلش اسمع تاني. اقوله يا جماعه رايي تاني، عدم امكانيه والنصيحه والخيال. خيال طبعا. طيب ايه اللي بيحل محل اف في الحاله الثانيه؟ احنا قلنا في الحاله الاولى ايه؟ شد. طب في الحاله الثانيه بقى قال لي بص بقى، في الحاله الثانيه هتبقى شد برضو، يو ستادي مصدر برضو، او وير، ودي مهمه وهنحل عليها دلوقتي، وير يو احط تو ستادي، ولو كان في صفه ننزلها على طول من غير تو. يبقى مع وير لازم يبقى في ايه؟ تو. طيب ممكن هاد لو كانت اساسيه، هاد والفاعل والفعل على طول او الاسم على طول، سوري. اي اف اي هاد ا كار، يبقى هاد اي كار. طيب الحاله الثالثه سريعا، اف هاد البي بي الناحيه الثانيه فاعل، ها وود طبعا، او وود او كود او مايت هاف، والتصريف ايه؟ لابد ان يبقى في تصريف ثاني. هنا بتعبر عن ندم، حاجه عدم امكانيه في الماضي، حاجه استحاله تحصل في الماضي لان هي عكسها اللي حصل. فتيجي تندمان تقول لي يا مستر انا اسف، if I had studied I would succeed. I would have succeeded، لو كنت ذاكرت كنت نجحت، فانا سقطت. عدم امكانيه لان انت سقطت، لان الحاجه عكسها اللي حصل، فهنا في ندم. لكن الثانيه دي بتمنى وانا قاعد دلوقتي، مش قادر اعمل دلوقتي كده. لكن الثانيه انت خلاص، انت مريت بالتجربه دي وفشلت فيها، فانت بتندم. فاهمين ولا ايه؟ تاني تاني. انا دلوقتي انا دلوقتي جيت دخلت دلوقتي حواليك امتحان، وانت جوه الامتحان، وانت جوه الامتحان بتتمني فتستخدمي الحاله الثانيه if I studied I would answer، بكل ذاكرت كنت جاوبت. انت بتتمني امتى؟
دلوقتي دخلت بقى خلاص وسقطت مع الشر، جيتي وانت بتجيب النتيجه تقول يا if I had studied، لو انا I would have succeeded، كنت نجحت. هل هنا عدم امكانيه برضو، بس عدم امكانيه فين؟ في الماضي وندمان. هل في احتمال ارجع مثلا؟ خلاص الموضوع خلص، خلاص بعد ايه؟ دلوقتي جاي وفي عينيك دموع، خلاص يا حبيبي ما فيش رجوع، صح كده؟ طيب حلو قوي. ايه اللي بيساوي هاد هنا؟ هاد. طب سريعا بقى، فاكرين اصلا ايه اللي بيساوي اف؟ اف ايفن اف اونلي اف بروفايدد ذات، بروفايدد او بروفايدد ذات، ممكن ما اقولش ذات، خلي بالكم عشان لو جات لكم في الامتحان، ممكن ما اقولش ذات، ممكن اقول، طب ممكن اقول ان كيز، لكن لو قلت لو قلت ان كيز اوف او بات فور برضه بيساوي اف، خلي بالك، او ويزاوت، بس لازم يجي بعديهم الثلاثه دول فيرب اي ان جي او ناون او اسم. طب ان كيز اوف دي في حاله الاثبات بس يا بابا، انت تكتكش، ودول في حاله الايه؟ النفي. طيب عندي اف ات ويرنت في الحاله الثانيه بين فور، بيجي بعدها فيرب اي ان جي، وعندي في الحاله الثالثه برضه اف ات هادنت بين فور، برضه بيجي بعدها فيرب اي ان جي. في مشاكل؟ تعالى يا مستر بقى ايه، وريني واحنا بنطبق زي ما عملنا مع شوت كده، كل حاجه هيبقى ليها طابع خاص برضه وطابع مختلف. خلاص؟ نعم. ممكن بروفايدد او بروفايدد ذات، ممكن بروفايدنج او بروفايدنج ذات، مفيش فرق. اف مع دول ما لهمش فرق، لكن دول فيهم فرق ان فيهم اي ان جي وناو. وصلت؟ طيب تعالى وريني بقى يا مستر نطبق الكلام ده ازاي. طبعا احنا وعندي از لونج از، كل حاجه مشروحه عندكم هنا ومشروحه في الكتاب بتاعي وكل حاجه زي الفل والست. هاتوا لي بيج نمبر 60. بص بقى، انا عايز اكتب ناصحه عشان اعرف احل اي حاجه، ومعلم دايرتين الفعل والجواب. مضارع يبقى ناحيه ثانيه مضارع يا ويل، ماضي يبقى ناحيه ثانيه وود، ماضي ثاني وود هاف في بي. يعني ايه؟ يعني في 60 صفحه 60. يلا اف اي نيد، علم لي كده على الفيرب هنا نيد. نيد ده ايه؟ اصبر لما اخلص هنيد. نيد ده مضارع، يبقى انا عايز الناحيه الثانيه يا مضارع يا ويل. ابص بقى اهو، لو انا محتاج مساعده في مشروع مدرسه نوت اونلاين اتس ماي هابت، اول ما يقول لي ماي هابت عاده او حاجه حقيقيه، يبقى على طول حاله صفريه. عاده حاجه حقيقيه، حاله صفريه، يبقى انت فانت شاطره بقى تكتبي كده عاده، يبقى دي حاله صفريه. فاهم حاجه من كلمه هابت؟ حاله صفريه يبقى الاثنين مضارع، يبقى ناخد ايه؟ لوك. عرفنا كده كل جمله عرفنا ليه مختلفه. طيب مين يحل بعدها؟ اف، جه بعدها جيف ده ايه؟ مضارع، يبقى ناحيه ثانيه على طول يا مضارع يا ويل، مفيش مضارع، يبقى في ايه؟ ويل. شوف انا حتى لو ما قريتش الجمله الدنيا معايا سهله، لان ببص على الفعل، ابص اجيب الجواب، هشوف الجواب اجيب الفعل. يلا بقى مين اللي يشتغل معايا؟ اف اي هاد تو، هاد تو دي هنا ماضي صح؟ لا مش ماضي تاني، لو ماضي تاني لازم يبقى ده تصريف تالت بعد اذنك، لكن هاد تو المصدر ده ماضي بس. خليك معايا، يعني بقول لك اف اي هاد ا كار، ده ماضي تام ولا ماضي بسيط؟ بسيط. هي كار ده تصريف تالت؟ طب اف اي هاد ا كار، ده كده تام، لازم هاد بعدها تصريف تالت عشان اعتبره تام. يلا يبقى هنا وود بي. شاطر يا احمد. يلا يا عبده، اف اي اي الناحيه الثانيه يا عبده، اي يوز جي بي اس، هنا مضارع صح عبده؟ طالما الجواب مضارع يبقى على طول وانا مغمض الفعل يبقى ايه؟ يعني الجواب هنا مضارع، يبقى مفيش غير حاله زيرو. ما هو انا الجواب عندي يا ويل يا وود يا وود هاف في بي، يا مضارع، لو مضارع يبقى مضارع، يبقى ناخد ايه مضارع؟ اي دون نو. شاطر. يلا يا ايه، يلا من اول ما نلبق. How space you feel؟ يلا مالنا بسرعه. If you won the competition، ابص اعمل، بصي اعمل دايره على ثلاث حاجات عشان ابقى فاهم، اشوف ايه اللي ناقص، حط اف في النص اهو، اعمل لي عليها دايره، جه بعدها 1 ده ماضي، يبقى عايز مين؟ ماضي، يبقى اخد مين؟ وود. بصوا يا جماعه، بص مضارع اهو صح؟ فانا هاخد ويل، طب الماضي من ويل ايه؟ يبقى انا هاخد وود لما يكون في هنا ايه؟ ماضي. ينفع مضارع واخد وود؟ ما هو الماضي من ويل وود، والماضي من كان؟ والماضي من شال؟ الحاجات دي كده ماضي ولا مضارع؟ يبقى تيجي مع الماضي. يلا يا شباب نمبر 10 بيقول لي اف اي 1 هنا فين؟ الماضي. يبقى هنا الناحيه الثانيه ناخد ايه؟ وود باي. اف يو دروب مضارع، يبقى الناحيه الثانيه مضارع يا اما ويل. طب انا عندي الاثنين، بيقول لي لو انت رميت حجر في النهر ايه اللي بيحصل له؟ بيغرق. ده ايه ده حقيقه؟ يبقى ايه؟ سينكس. بسرعه يا شباب يلا. ها اي سبيس مور ورك اف اي جيت، جه بعدها مضارع، يبقى عايز ايه؟ ويل دو. نمبر 13 يلا بسرعه. وات سبيس اف يو جيت مضارع، يبقى ناخد ايه؟ will you do. Excellent. I will travel to Alexandria، انا هسافر اسكندريه if my car، لو عربيتي
is checked هنا passive مبني المجهول هي اللي اتفحصت شطار if I a free لو انا فاضي where I would قال لي would يبقى عايز ماضي يبقى where you will make mistakes هتعمل اخطاء هنا في will يبقى ناحية تانية if don't شطار if سامية لو سامية عدت من الامتحان خلاص she will ناحية تانية will يبقى عايز مضارع يبقى passes excellent if I were you لو انا مكانك ها I would consult هنا would have that toy if she had enough money. This means ده معنى ايه؟ ان هنا had هنا much money اللي هي تاني واحدة مش احنا قلنا ممكن نحل had في الحالة التانية. لو هنا معاها فلوس she would have that toy. يبقى دي حالة تانية كل ده شغلنا على الأول التانية خلي بالكم. If you see مضارع خلي بالك بقى معايا الناحية التانية طالما ما فيش فاعل يبقى ناخد فعل أمر على طول. لو شفت الحادثة اتصل بالبوليس يبقى ناخد ايه؟ تليفون. If I were you هنا ماضي يا شاهد يبقى ناخد ايه؟ would على طول would behave. يلا يا حبيبي which mobile phone اي موبايل if you had enough هنا had ماضي يبقى عايز ايه؟ would you buy. يلا يا حنين if he cuts هنا مضارع يبقى ناحية تانية يا مضارع يا ويل ها؟ will hurt excellent heart ده قلب hurt يؤذي نانسي if I wasn't busy I would come to your party ده معناه ايه بصوا معايا حلوه قوي الجمله دي لو انا ما كنتش مشغول كنت روحت الحفله معناه ان انا مش مشغول امتى مش احنا قلنا عدم امكانيه في المضارع يبقى ناخد المضارع يبقى ناخد ايه I'm not you will miss the lecture انت هتفقد المحاضره space you come احنا خدنا قبل كده عكس اف معروفه طبعا ايه unless لو انت ما جيتش في الوقت المحدد هتفقد المحاضره ساره اسف I would travel to Alexandria انا هسافر اسكندريه tomorrow if my car لو عربيتي مالها هنا would يبقى عايز ماضي لو عربيتي اتصلحت يبقى was repaired excellent اللي بسرعه 27 if Mariam ممكن بدلي عايز if Mariam space she would go one excellent metal expendes المتال بيتمدد متد يبقى الاثنين مضارع الاثنين مضارع ها ندى is heated بقى لان هو اللي بيتسخن مش بيسخن is heated if water is put لو المية وضعت في الفريزر مش هتتحول لبخار ها doesn't شطار space train لو مطرت I will ايه اللي بيسوي هنا if طب انت ليه ما خدتش ينفع ناخد اف هنا ولا لا طيب ينفع ناخد اف ولا لا ليه لا عشان لو مطرت عشان يا احمد لو انا قلت اف لازم اقول ايه ترينز عشان ايه مفرد صح طب امتى حتى لو الفاعل مفرد خدنا المصدر مع مين مع شود فهمتي ولا لسه يبقى هنا قال لي رين ما ينفعش اف لو قال لي رينز ينفع اف بس طب هنا قال لي رين مصدر رين مصدر الرزان يبقى لازم ناخد شود هي اللي بيجي بعدها المصدر اللي بعده you wouldn't يبقى هنا didn't شاطر ماضي طب ايه الشاطر اللي يقول لي هنا الناحيه الثانيه في would صح المفروض دي حاله كام طيب حلو قوي رقم 32 دي حاله ثانيه صح طيب المفروض اف ماضي هل في اف ماضي عندك لا اشوف بدل اف او شود طب شود فعل مصدر هل في شود فعل مصدر لا يبقى ايه اللي بيجي معاه تقول مصدر وير فهمتوها لسه يبقى وير هي تو صح What space if we didn't have computers? ناحية تانية ماضي صح؟ يبقى ناخد ايه؟ خلي بالك ماضي يبقى ازاي ويل مع ماضي؟ would we do 34 What if your passport لو الباسبور بتاعك ايه؟ surely I'd يبقى انا كده اهو ماضي يبقى لو ايه اللي يحصل لو الباسبور بتاعك اتسرق؟ ده مبني ما اقول يا روزان was stolen شطور يلا يا ندى iron space if you leave جه بعدها مضارع rusts مضارع لو انا سبته في الهواء هيصدي ولا لا ها يلا يا دكتور احمد contact the ambulance اتصل بالاسعاف if there لو في حادثه طبعا عايز مضارع ايوه تبقى is شاطر يلا عبد if I were ده ماضي if I were not ill لو انا ما كنتش مريض I would visit you كنت ساعدتك معنى كده ان انا مريض امتى ايوه كده I am if I have ill ازاي I am Nancy I will go to Alex انا اروح اسكندرية if so I ها will contact will ايه contact space help me ممكن تساعدني if I were in trouble
ها would you ليه would you if I wear يبقى I would you يلا شاهد space he got get proper medical ناحية تانية he will خلي بالك معايا he get هنا مصدر يبقى لو ولا ينفع اف ولا اونلي اف طبعا ولا بروفايدد ان لهم كلهم يساووا ولا انليس ولا انليس هي الوحيده اللي يكون عنصر هي شود فهمناها ولا لسه؟ ها يلا يوستينا if you had ماضي يبقى ماضي هنا كنا وود وود خلي بالك بقى هنا باسف بقى would be allowed شطور you can't get مش هتحصل على الوظيفه لو ما عندكش خبره لو ما عندكش اذا لم انليس space fire في حاله النار اتصل بالاسعاف ايه اللي ينفع هنا اولا if زي in case زي unless ده هنا جايب لي fire بس اسم طالما في اسم يبقى in case of in case of في حاله النار في حاله وجود النار يعني اي space هيديك 44 بسرعه يا جماعه انا بصدع لو انا قعدت كتير على الكمبيوتر ده دايما بيحصل معايا يبقى دي عاده اتفقنا طالما كده يبقى الاثنين مضارع بسيط جت شطار جت solar eclipse space if the moon لو القمر بس is between عدى ما بين الشمس والايه والارض بيحصل خسوف الايه القمر صح كده يبقى ده بيحدث يبقى ده كده ليه حقيقه happens مضارع اه if you achieved كده ماضي يبقى انا عايز ايه يبقى would you be شطار جدا ها would المصدر طبعا ما ينفعش هافين طيب 47 يلا لحد دلوقتي ما صدفناش حصلا الحاله الثالثه not him today she would know هي اصلا هيبقى مقرر عليك الاولى والثانيه فركزوا في الاولى والثانيه كويس قوي يلا ابص ناحيه ثانيه في ود يبقى عايز اف ماضي صح في اف ماضي لا يبقى عايز بديل اف في الحاله الثانيه وير شي تو مي 48 يا جماعه لو هي وتوقفت عن المطره ها يبقى لو قلت didnt يبقى الناحيه الثانيه المفروض يقول wouldn't ما ينفعش يبقى مش عايز اف مع الماضي ده عايز مضارع ايه الوحيده اللي مضارع هنا شاطره unless it stops stops مضارع قوي يا حنين ها يا دكتوره مريم يلا if you are well organized person لو انت شخص منظم you space your time ها will manage هتعرف تدير وقتك كويس if I is stronger ناحيه ثانيه I would يلا يا احمد هنا ناحيه ثانيه قال لي I would ماضي يبقى عايز ايه وير كده 50 سؤال على الوحده كام التامنة نيجي نرجع نخش على الوحدة التاسعة نيجي بقى ليونت 9 يونت 9 ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن الباست بيرفكت احنا خدنا السيمبل بقى وعملينه في اخر فيديو بقى اخر فيديو نازل تحفة جدا يعني فاهم ازاي اللي انتوا ما عملتوش عليه لايك ده ما لسه منزلينه مع الطلاب وعملينا نمثل عليهم وده ماضي تام وده المهم يعني انا عندي حدثين حصلوا في الماضي سيادتك اكلت وبعد ما اكلت عملت ايه؟ غسلت ايدي ايه اللي حصل الاول؟ بعد كده بعد كده خلاص بلاش ايه؟ خلاص اللي حصل الاول انك بتاكل حضرتك بتخلط بعد كده اتجوزي في حدثين حصلوا في الماضي بس الاول يبقى ماضي تام والثاني ماضي بسيط الاول ماضي الثاني ماضي بسيط سريعا بقى احنا عايزين في الحل يا مستر كده في الخلاصه في المصاصه عندي كلمه افتر وعندي كلمة as soon as دول رابط قلنا اتفقنا كده ان الرابط بيرتبط باللي بعده ايا كان اول في الاول او في النص بيجي بعديهم الحدث الاولاني اللي هو حصل الاول اللي هو الماضي التام اللي انت ذاكرت الاول ثم الحدث اللي حصل بعده اللي هو الماضي الايه بسيط طب الشاطر يقول لي لو جيهم في النص يبقى الماضي البسيط يجي فين قبلهم بص كده يبقى ده لازق معاه طيب after as soon as يبقى لازق فيها طيب بصي before عكس مين عكس after و by the time الاثنين بي بي يبقى يوم كده بعد با سي اهو يبقى كده ا ب ب بي ده الحدث الثاني ده الحدث الايه الاول طيب عندي بقى خلي بالك معايا عندي هنا بيكوز لو بتيجي طبعا في نص الجمله يجي بعدها التام سو يجي بعدها البسيط عكس بعض بقى عندي كلمه وين ملهاش حاجه ثابته تام بسيط بسيط تام الاثنين بسيط لو ما فيش فرق زمني بينهم مش فاهم ما احنا هنلف واحنا بنحل بس سريع بفكرك كده الماضي التام قلت لي الماضي التام فاعل هات البي بي برضه اللي فاكر معايا لو ما كانش في فاعل باخد فيرب اي لو قلت كلمه هافنج بيجي بعدها البي بي على طول طب لو جبت كلمه اون يجي بعدها فيرب اي ان جي برضه بيفور لو ما كانش في فاعل انا عندي فاعل وماضي بسيط يعني اخره يضيع وفعل شاذ طب لو ما كانش في فاعل يبقى برضه فيرب اي ان جي عندي تيل وانتل
فاكرينهم؟ قلنا بيجي قبليهم بسيط ايه؟ منفي. تجيب البسيط تنفيه والماضي التام بعده. تلو انت في مشاكل؟ لا. طيب عندي ايه تاني؟ سيادتك it was only when. It was only when. او it wasn't until. بيجي بعديهم ماضي تام. بيجي بعديهم ماضي ايه؟ في نص الجملة حط ذات بعد كده ماضي بقى بسيط. اخر حاجة هقولها، لو انا جيت بقولك الفاعل هاد والتصريف التالت مش ده الماضي التام يا شباب؟ شاطر قولي. وناحية التانية قلتلي ماضي بقى. بص بقى انا هحط تلات قواعد مهمين قوي بيجوا كتير قوي. قاعدة نو سونر معناها لم يكد حتى، وقاعدة هاردلي وسكيرسلي. مين شاطر ينفع يقول كده بقى؟ يبقى نو سونر وهاردلي وسكيرسلي بيجوا بعد هاد وقبل التصريف. يبقى اي هاد نقط مثلا ستادد تاخد ايه؟ نو سونر. طب يا مي يا مريم اخد نو سونر ولا هارد ولا سكيرسي؟ حسب اللي في نص الجمله. لو لقيت زين تاخد نو سونر، لو لقيتي وين يا هارد يا سكيرسي اللي موجود منهم. وصلت؟ طيب صلى على النبي. كده نو سونر سمول لو انا بدات بيها وخليتها كابيتال كده هي وهاردلي او سكيرسي. بص بقى طلعتها كده ماشي يا احمد. خليك شمال. خليك ايه؟ خليك شمال يعني امشي بالشمال واخد بالك. يبقى طلعت نو سونر اطلع مين؟ هاد. فهمش غلط يلا. ها بعد كده فاعل، بعد كده تصريف ثالث في نص الجمله. لو نو سونر يبقى زان، الباقي يبقى ايه؟ وين. ثم ماضي بسيط. فهمت نص نص؟ ما فهمتش قوي عايز ارجع للفيديو كامل موجود عندي على اليوتيوب. طب انا اصلا اتفرجت عليه وفهمه ودلوقتي براجع مع الحل نفهم اكتر عشان كل حاجه جميل مختلف. يلا بقى وريني كده سريع ال 50 سؤال اللي هنحلهم على الوحده التاسعه من البيت لبيت. قلنا 20 يلا حبايبي يلا يلا. ها منى بطل كسل يا ولد يا ولد بطل كسل. منى ريميمبرد، منى تذكرت ان هي اتفرجت على على البروجرام. هي افتكرت ان هي اتفرجت. ها يلا مع بعض. هي افتكرت ان هي اتفرجت. يبقى ده ماضي ايه؟ عايز ماضي تام. هي افتكرت ان هي اتفرجت. ايه اللي حصل لو ان هي ايه؟ افتكرت؟ اتفرجت. يا جماعه يا جماعه افتكرت ان انا اديتكم يونت 9. اول حاجه خدناها يونت 9 بعد كده حضرتك. انا افتكرت. فهمت ولا ايه؟ يعني افتكرت بقى اديت لكم اليونت؟ انا افتكرت ان انا اديتكم؟ فاهمين؟ يبقى اللي حصل اول ماضي تام يبقى هاد واتش. ممكن نرفع ايدينا لو سمحتم؟ بعد اذن حضرتك. الطالب اللي ابيض خالص ومن الاخر يعني اعمل ايه؟ غالبا بس الطريقه دي بقى بستخدمها مع الفشله مؤاخذه. بقول ايه؟ بص شفت البسيط هات التام، شفت التام هات البسيط. في تام بسيط بسيط فعل واحد اخره ايدي او شاذ وتحفظيه او والماضي التام هات البيبي. يلا if I hadn't played at the demo before بيجي بعد ماضي بقى اتفضل مت بس كده. unlikely my car بسوء الحظ عربيتي ما اتصلحتش امبارح. اول حاجه هنا عربيتي ما اتصلحتش، ده هنا باسف واحنا حللنا باسف وقلناها قبل كده. فيرب تو بي تصريف ثالث تيجي بعديه. يبقى ناخد ايه؟ wasn't repaired. when I returned home لما رجعت البيت my mother والدتي 101 والدتي يلا يا جماعه كانت عدت العشاء خلاص او الغداء. ها had already prepared. شطور. I didn't go to the club until. قلت لي until بيجي بعد ماضي ايه؟ ماضي تام بسيط. هات البسيط وان فيه والتام بعدين. هات finished. as soon as بمجرد ان انا I had known ادي ماضي تام. يبقى الناحيه الثانيه ايه؟ ماضي بسيط. يبقى ايه؟ visited. Mrs. Reed made Jane Eyre عملت Jane Eyre stay in bedroom because زي افتر هيجي بعدها هاد. شطوره. بص رحمه بتفهم ازاي because عامله زي افتر بيجي بعدها ماضي تام. يبقى ايه؟ هاد الاخيره. يبقى هاد فوت. احمد اللي بعد يلا يا مريم. after Jane had arrived ادي ماضي تام. realized ماضي بسيط. زير يلا نانسي كان هناك نار. there was. شطره. The emergency services خدمات الطوارئ were called. موضوع سهل قوي يا جماعه. احنا اخذنا احمد للمستشفى. يبقى وي ايه؟ وي توك. وي توك. بيفور بيجي بعدها ماضي با؟ فاهمه يا ساره ولا ايه؟ احنا طبعا ده مراجعه سريعه الفيديو الاصلي وكل حاجه بالتفصيل موجوده عندي على القناه. عايز ترجع لها. احنا كده بنحل اسئله ونستفاد بالاسئله الجديده دي. بيفور بيجي بعدها ماضي بسيط. ها؟ studied.
This book هذا الكتاب was written عشان هو هو اللي كتب. شطورة يا ستينا ما شاء الله عليك. حنين I visited Cairo after يا حنين after يبقى ما يبقى اعرفي كده after after ماضي تام حد فعل ايه after after ماضي تام ها after after يعني بعد ايه after ماضي ايه تام يبقى ناخد had visited so I wasn't hungry because طب because قلت لي معنى ايه because زي after يبقى had already eaten شطور هيل before بعدها ماضي بسيط يبقى ناحية التانية هيا روزان هاد بي بي يبقى هاد ريد شاطر يلا ندى زي didn't بسيط منفي واللي بعدها تام ايه اللي بيجي بسيط منفي وبعدها تام يا ولد هات البسيط وانفي والماضي التام بعديه بسيط منفي بس يا ولد يلا يا سارة زي didn't go out or not until طيب يا سارة ايه اللي بيجي بعديها من دول ing طفيش افتر اون طب مين شاطر يقول لي ما هي بيفور برضه بيقعد ان جي لو مفيش فاعل بس الجمله الثانيه لازم تبقى تام لكنها جمله ثانيه بسيط يبقى عايز حاجه من دول اهو اون او هافينج اون او افتر مفيش بقى يبقى ايه اون رقم كام 19 طب قال لي نو سونر انا قلت افتكر نو سونر خليك يا احمد شمال نو سونر يبقى يطلع بعديها هاد يطلع بعدها الفاعل يبقى هاد هي بلين يلا اللي بعد بيفور شاطره طب انت قلت بيجي بعدها ماضي بسيط صح بس ما فيش فاعل جوينج دي اللي هتلخبطكم على بكرة افتر هي اتفضل افتر هي بس يا احمد افتر هي هاد ريبيرد بيفور شي هاد دينر بيفور جه بعدها بسيط يبقى الناحيه الثانيه تام اتفضل ها بيفور يبقى هاد وركد I spaced my boss yesterday. شفت البوس تايم yesterday اتفضل مام. I saw. خلاص كنا مشيناهم بقى وخلصوا. يبقى حدث خلص اللي تم الاول انا مشيت بقول لك لما انا ارتحت كنت انا مشيت 15 كيلو يبقى ده اللي حصل الاول انا مشيت يبقى had already walked 27 ايه اللي بيجي بعده past participle تصريف ثالث على طول. تصريف ثالث تصريف ثالث. finished. اللي بيجي بعد تصريف finished ايه هنا؟ ها having. وين عمر arrived الناحيه الثانيه ماضي ايه بقى بص لما وصل هو ادرك ان هو نسي نظاره الشمس هاد فورجوت 29 اي سبيس لندن 3 مانس اجو من 3 شهور يبقى انا زرت خلاص يبقى فيزيت صح نمبر 30 يلا هو نقط التلفزيون 3 اورز يسترداي برضه شاهد يبقى واتش هي وازنت درايفنج فاست ما كانش بيسوق بسرعه وان ذا اكسيدنت لما الحادثه حصلت يبقى هابن ده على طول نو سونر يلا امشي بقى من ناحيه الشمال قلنا ها نو سونر هاد فينيشد قلنا بيجي بعدها فيرب اي ها سينج افتر ماضي تام الناحيه الثانيه ماضي با يبقى شطار قوي نو سونر يبقى عايز 39 بسرعه هي اسكد مي يبقى هاد سين حسن didn't decide to travel until بيجي بعدها ماضي تام هاد هير شطار ان اور اجو مستر صلاح ده ماضي فوند ممتازين اسون هاز ماضي تام يبقى الناحيه الثانيه ماضي بسيط يبقى فيل وين اي ريتشد ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه ماضي تام كان مشي خلاص لان قال لي اي ميزد انا اي ميزد يبقى انا فقدته يبقى هو كان مشي لو كنت لحقته يبقى الاثنين بسيط خدنا الموضوع ده قبل كده هيبقى هاد اوريدي ليفت اللي بعدها بقى انا ما لحقتوش لان بقول هنا ايه بصص وين اي هاد ريتشد لما انا وصلت كان القطر مشي برضه يبقى ايه اللي حصل اي didnt catch it ها اللي بعد كده بيقول لي she ate the box after ماضي تام او بي اوبند بيفور يجي بعدها ماضي بسيط يبقى started she only understood the movie الناحيه الثانيه ماضي تام اللي بيجي بعد من دول ماضي تام because we were not able to get a hotel room because ماضي تام hadn't booked شطار قوي اللي من دول بيجي بعدها ماضي بسيط بيقول لي got ماضي بسيط ها by the time اخر حاجه نحلها اخر رقم 50 I ate anything until انا until قبلها بسيط منفي didn't say الحمد لله كده حلينا 150 سؤال على نص المنهج يا رب تكونوا استفدتوا ومراجعه متعبه جدا ده كمان هتبقى متعبه معايا عشان صورنا من الكاميرا الموبايل اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله يا ريت بقى يعني تقدروا المجهود ده وتنشروا عندكم على الصفحه الشخصيه على الفيسبوك لايك شير سبسكرايب للقناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته